بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية صلاة عن نفسي ونيابة عن قبيلة قحطان، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظ الله ورعاه، وإلى نائبه وإلى أخوانه حكام الإمارات، وكذلك إلى شعب دولة الإمارات الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. بهذه المناسبة الطيبة الله يعيدها إن شاء الله كل سنة وكل حول بحال أفضل على الجميع. الإمارات عيدك عاد ونعيد، فوقها من السحاب نشيد الراية، دولة العز عز وشعبها جيد، ومن ولاة الأمر تطوير وحماية. دولة العز عز وشعبها جيد ومن ولاة الأمر تطوير وحماية. دام أبو خالد المقدام والسيد أبشر بالسعد والقصد والغاية، الفخر للبلاد يزود ويشيد، والنواميس دائم ما لها نهاية. شعب وبطاعة الحكام متقيد، وشيخنا كلنا نمشي على راية. سلامتكم. والآن يشلها الشبل مشعل بن سيف القحطان. يا الإمارات ونعيد فوق نعيد الراية، دولة العز عز وشعبها جيد، من ولا تالمر تطوير وحماية. دام ابو خالد المقدام والسيد ابشر بالسعد والقصد والغاية، زود ويشيد، والنواميس دايم ما لها نهاية. كام متقي وشيخنا كلنا نمشي على راية. سلامتكم. وقول فيها الشعر في الوطن في دورة الوقت ينعاد، وفي 2 ديسمبر يسكن الروح ويزود، عم الفرح في الإمارات دار الاتحاد، يوم الوطن فرحة للأجيال وتعود، رحل ولا معطول الأيام تزداد، والشعب كله للوطن درع وجنود. سلامتكم.